مرحبا بكم. يعشق الكثير من الناس تربية الحيوانات والتعامل معهم وحتى تقديم وتوفير الطعام لهم، ولكن في الحقيقة أن هذا الشيء يختلف مع بعض الحيوانات والتي من الممكن أن يصل سعرها إلى مبالغ ضخمة وباهظة. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه الحيوانات التي يصل سعرها إلى حوالي 1,000,000 دولار. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نبدأ. أولا، خنفساء الأيل. من الطبيعي أن الغزالة تستحق مبلغا يصل إلى 90,000 دولار، ولكن اندهش الكثير من الناس حينما عرفوا أن هذه الخنفساء تعتبر من أبهض الحشرات حول العالم. هي تعتبر واحدة من أشهر الخنافس الموجودة في أوروبا، حتى إنها تكتسب شهرة كبيرة جدا في اليابان، وهذا ما يدهش الكثير من الناس. كما أنها تتفوق على سعر الغزالة بدرجة كبيرة جدا، حيث يقال إن سعرها يصل إلى 150,000 دولار. ثانيا، لافندر ألبينو بايثون. يعتبر هذا الثعبان واحدا من الثعابين النادرة التي لا يوجد لها مثيل حول العالم. في الحقيقة أن الكثير من الناس يدفعون مبالغ باهظة الثمن من أجل أن يكونوا قادرين على شراء هذا النوع من الثعابين، وحتى يتمكنوا من تربيته في أقفاصهم الخاصة بهم. هو يتميز بهذا اللون الذي يغطي جلده بالكامل، كما أن لديه عين لونها أحمر، وهذا يعني أنه يتمتع بجمال فريد للغاية من نوعه. ولكن يقال أن هذا اللون بسبب طفرة جينية هي ما ساعدت هذا الثعبان على أن يتميز بهذا اللون، ولهذا يصل سعره إلى 40,000 دولار بالكامل. ثالثا، طائر المكاو الياقوتي. المكاو الياقوتي هو ببغاء أصله من أوساط أمريكا الجنوبية وشرقها. طوله من رأسه إلى آخر ذيله حوالي 100 سنتيمتر، هو بذلك أطول أنواع الببغاوات، كما أنه من أكبر طيور المكاو وأكبر الببغاوات الطائرة حجما. يقال عنه أنه واحدا من أجمل فصائل الببغاء الموجودة حول العالم. يتميز بحدة النظر مثل النسر، كما أن لديه منقار كبير لونه أسود، ولديه مجموعة من الريش ذو اللون الأصفر حول هذا المنقار. ولسوء الحظ أن هذا النوع من الطيور يعتبر واحدا من الطيور المهددة بالانقراض، ويقال أن سعره يصل إلى 40,000 دولار. وفي الحقيقة إنه يستحق هذا السعر بسبب هذا الجمال الرائع الذي يتمتع به. رابعا، دجاج أيامسيماني. من المعروف أن هذه الدجاجة تتميز باللون الأسود بالكامل في الريش والجلد واللحم وكذلك العظام. هو نوع من أنواع الدجاج الإندونيسية النادرة والحديثة نسبيا. يمتلك الدجاج جينا سائدا يتسبب في زيادة تصبغ، جاعلا الدجاج أسودا بالكامل متضمنا الريش والمنقار وحتى الأعضاء الداخلية. تشيع تسميته باسم دجاج لامبورجيني، ولكن الغريب أن البيضة لا تخرج باللون الأسود، ولكنها من المعروف أنها باللون الأبيض مثل باقي البيض. ولهذا من المعروف أن سعر الدجاجة الواحدة يصل إلى 5,000 دولار بالكامل. يقال إن هذا النوع من الدجاج قادر على الشفاء من الكثير من الأمراض، وهذا يجعل سعره باهظا بهذه الطريقة، بالإضافة إلى حالته النادرة والمتميزة للغاية. خامسا، دابل دايموند شيب. من المعروف أن الخروف يعتبر واحدا من الكائنات القادرة على إنتاج اللحوم والصوف وكذلك الدهون، لكن هذه السلالة من الخراف تتميز بأنها لا تحتوي على كمية كبيرة من الصوف أو الدهون. تشتهر في هولندا، والسبب في أنه اكتسب هذه الشهرة الكبيرة من لونه الذهبي الجذاب، بالإضافة إلى تناسق جسمه المميز. ولهذا يقال إنه تم بيع هذا الخروف في مزاد بسعر يصل إلى 490,000 دولار، حتى يقال إنه ضمن سلالة تعرف باسم تيكسل، وهي التي ساعدت هذا الخروف على أن يكون مميزا عن غيره كما هو واضح أمامك في هذه المشاهد. سادسا، الخيل العربي. الخيل العربي الأصيل هو من سلالات الخيول الخفيفة في العالم في منطقة الشرق الأوسط في شبه الجزيرة العربية. الخيول العربية تتميز برأسها المميز وذيلها المرتفع، تعد بذلك واحدة من الأنواع التي من السهل التعرف عليها عبر العالم كله. هي واحدة من أقدم سلالات الخيول وأفضلها على الإطلاق. لها قدرة رائعة على الركض لمسافات طويلة، وهذا أيضا بسبب أن هذه السلالة تعتبر واحدة من السلالات الأصيلة التي لم يتم تهجينها على مر العصور. ولهذا
يحاول الكثير من الناس حول العالم شراء هذه الخيول حتى يتمكنوا من الحصول على فصيلة أصلية تنال إعجاب الكثير من المستخدمين، ويقال أن سعر هذه الفصيلة يصل إلى 90,000 دولار بالكامل. سابعاً، الأسد الأبيض. من المعروف أن الأسد يتميز باللون الذهبي، وهو ما يثير الخوف في قلوب الكثير من الحيوانات وحتى البشر. هذا يساعد الأسد على التخفي والتمويه في البيئة التي يعيش فيها حتى يتمكن من صيد باقي الحيوانات، ولكن من الممكن أن تظهر بعض من هذه الحيوانات في بعض الأوقات حتى يكون لونها باللون الأبيض. هذا بسبب طفرة جينية غريبة في هذا الأسد، مما يعني أنه ليس أمهق، والأمهق هو الحيوان أو الشخص الذي يصاب بمرض يجعل لون شعره أبيض. يقال أن الأسود المصابة بهذه الحالة يكون لون عينيها أزرق وأخضر، حتى يقال أن كلفة تربية هذا النوع من الأسود تكون باهظة للغاية، ويقال أن سعر هذا الأسد يصل إلى 140,000 دولار بالكامل. ثامناً، كلب درواس التبت. يعتبر هذا الكلب واحداً من أضخم وأكبر الكلاب التي توجد حول العالم، وذلك بسبب البيئة التي يعيش فيها. في بعض الأحيان يوجد هذا الكلب باللون الأسود وباللون الأحمر، هو يعتبر واحداً من الفصائل المشتقة من الذئاب. كان يستخدم قديماً في الكثير من أعمال الحراسة، وأيضا هو واحد من الكلاب الذكية والعنيدة والقوية. والآن يتم استخدام هذه السلالة بكثرة في الصيد، ويقال أن سعر الكلب الواحد يصل إلى 1.9 مليون دولار. تاسعا، التمساح الأبيض. تمساح مصاب بالمهاق، لديه جلد أبيض وعيون حمراء. لا يستطيع هذا الحيوان أن يصمد في الطبيعة لأن جلده حساس للغاية لأشعة الشمس، كما أنه يعاني من ضعف بصري، إضافة لكونه أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بالمقارنة بالحيوانات السليمة. هذا يعني أن مثل هذه الحيوانات لا تعيش في الحياة البرية، بل إنه يعيش في الملاجئ وفي الحدائق، حيث إنه ينال إعجاب الكثير من السياح من مختلف دول العالم بسبب هذا اللون الغريب، وعلى عكس باقي فصائل التماسيح التي توجد في مختلف المناطق البرية. يقال أن سعر هذا الحيوان يتراوح ما بين 500,000 دولار إلى 700,000 دولار. عاشرا، حصان فريدريك العظيم. يعتبر هذا الحصان واحدا من أجمل الخيول التي من الممكن أن تراها حول العالم، حيث إنه يعيش في إحدى مزارع جبال الأوزارك في أركنساس، وتمت تربيته في هذه المزرعة منذ أن كان يبلغ من العمر 6 سنوات فقط، وبعد أن تم استيراده من هولندا. وفي عام 2016 حصل على لقب أجمل خيول العالم، وتم إطلاق اسم فريدريك العظيم على هذا الخيل نسبة للملك، حتى إنه بسبب شدة الجمال الذي يتمتع به كان يظهر في العديد من البرامج التلفزية. كان ينال الإعجاب من قبل الكثير من الناس من مختلف الدول حول العالم، كما إنه لديه العديد من الفيديوهات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وينال إعجاب الكثير من المشاهدين، وكذلك يحقق الكثير من المشاهدات. هذا كله بسبب هذا الجمال الفريد من نوعه، ويقال إن هذا الحصان يصل سعره إلى 20,000 دولار بالكامل. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.